ازيكم يا شباب، اتمنى تكونوا بخير. النهارده يا جماعه هشرح لكم لعبه اف تي اس 2020. اللعبه ديت يا جماعه المميز فيها ان فيها الدوري المصري بالكامل وكمان معقره وفيها كل اللاعبين ومتحدثه لعام 2020. تعالوا نشوف بقى اللعبه كده مع بعض، اشرح لكم كل القوائم اللي فيها واشرح لكم كل قائمه بتعمل ايه بالظبط. لكن قبل ما ابدا في الفيديو، لو انت لسه مش مشترك في القناه انزل دلوقتي اشترك وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. متنساش تعمل الفيديو بلايك لو عجبك، لو عندك اقتراح اكتبه لي في التعليق. دلوقتي يا جماعه هنبدا بقى ان احنا نشوف الدوريات الموجوده في اللعبه. زي ما انت شايف اول ما بتفتح اللعبه كده بيجيب لك الايجيبشن ليج اللي هو الدوري المصري الممتاز، تمام. تضغط عليها بيجيب لك كل قوائم الدوريات الثانيه، دوري ابطال افريقيا، كاس امم افريقيا، الدوري الانجليزي، كل الدوريات هتلاقيها عندك هنا، وكمان الدوري السعودي هتلاقيه برضو موجود. يعني في دوريات كتير هتلاقيها موجوده هنا بكل الفرق، وتقدر تلعب من كاس امم افريقيا بجميع المنتخبات. زي ما انت شايف منتخب الجزائر، الكاميرون، المغرب، مصر، تونس، السنغال، هتلاقي كل المنتخبات عندك برضو. لكن طبعا المنتخبات هنا في اللعبه مش كتير لان مفيش غير كاس امم افريقيا فقط. يعني ممكن تلاقي تقريبا ممكن تلاقي كاس دوري ابطال كاس اوروبا، بس مش عارف هتلاقيه ولا لا. تعال نشوف هنا، نجرب ماتش بين ليفربول مانشستر سيتي ونضغط على الكلمه دي كده، بتختار الفرقتين وتبدا بقى. زي ما انت شايف كده الاطقم متحدثه كلها واللعيبه كلها موجوده في اللعبه. نبدا بقى نضغط على نبدا بقى الماتش. طبعا انا هسرع بس وقت الماتش عشان وقت الفيديو، فاتمنى طبعا منكم هسيب لك رابط الفيديو بتاع اللعبه ديت، شرح تنزيل اللعبه موجود على قناه ميدو جيمز 55، هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف، وهسيب لك كمان رابط قناه ميدو جيمز 55. اتمنى منك ان انت تنزل تشترك فيها عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، واتمنى كمان ان انتوا تدعمونا يا جماعه على القناه ديت عشان خلاص الرابط توصل ل 500 مشترك، وانا طبعا اتمنى ان انتوا توصلوها ل 1000 مشترك في اقرب وقت ممكن عشان المنتدى فيها يفتح ونبدا نقترح عليكم الالعاب على قناه ميدو جيمز 55. زي ما انت شايف هنا الدوري المصري اللي عايز تجيبه هتلاقي مكتوب ايجيبشن ليج، هتلاقي كل الفرق موجوده، الاهلي، الزمالك المصري، والاسماعيلي، انبي، وكمان بيراميدز موجوده، يعني وادي دجله، كل الفرق هتلاقيها عندك، حتى كمان فريق اسوان، كل الفرق اللي موجوده في الدوري المصري الممتاز اللي هو في الدرجه الاولى موجوده حاليا في اللعب. هنبدا بقى كده نشوف الفرق بتاعت الاهلي والزمالك ونشوف اللعيبه اللي جوه. طبعا اشهر فرقتين في الدوري المصري هما الاهلي والزمالك، يعني مفيش كلام في كده. شوف بقى اللعيبه والاطقم، طبعا كل فريق له طقمين اتنين والاطقم متحدثه. هنشوف دلوقتي اللعيبه، كمان اللعبه مهكره، تقدر ان انت تشتري اي لاعب، اعرفك ده كله دلوقتي. وكمان تقدر ان انت تطور في الاستاد وتلعب دوري، طبعا انا بلعب دوري دلوقتي وهعرفك ازاي تلعب دوري. هنخرج بقى دلوقتي هنشوف باقي القوائم. زي ما انت شايف هنخش على المانجر مود. المانجر مود ديت من خلالها بتقدر تلعب دوري، بتضغط عليها كده. زي ما انت شايف هيظهر لك دلوقتي مجموعه من القوائم، اشرح لكم بقى كل القوائم ديت. نختار مثلا اي قائمه من دول، في ماي كلاب، استوديوم، وكمان ايميلز، وهتلاقي في خانه مكتوب عليها تيم. هنضغط مثلا على اللي هي مكتوب عليها تيم ديت، بيجيب لك بقى الاحصائيات. هنضغط على الخانه اللي مكتوب عليها فانلز ديت، من خلالها بتزود الفلوس. بتضغط على الخانه اللي تحت اللي هي مكتوب عليها انستفيت ان كلاب، اللي هي الخانه دي كده، بتضغط عليها، وبعد كده بقى بتختار الفلوس اللي انت عايزها وبتضغط على انستفيت، تمام كده. انا اخترت مثلا هنا 70، وبتزود زي ما انت عايز، وبتخرج بقى بتختارها من الخانه اللي مكتوب عليها فانلز، او اللي هي الخانه اللي معلقه علامه الفلوس ديت. ونخرج بقى خطوه كمان، هنخش على بلاي ماتش. البلاي ماتش ديت يا جماعه بتبدا من خلالها ان انت تلعب ماتش الدوري. طبعا هلعب هنا مع الانتاج الحربي، فبندوس هنا على قائمه الفريق بتاعك. تضغط بقى هيجيب لك هنا اللعيبه بالبدلاء، يعني تقدر ان انت تبدل اي لاعب، وكمان لو في لاعب متصاب تقدر ان انت تقويه بكل سهوله. لان يا جماعه اللعبه مكرره، زي ما انت شايف بتضغط هنا على علامه الزائد ديت، لو عايز تقوي اي لاعب بتحدده وتضغط على علامه الزائد، اللاعب بيقوى زي ما انت شايف اهوت. هنضغط مثلا على علي المتولي ده، هنضغط على علامه الزائد ونضغط يس.
بيبدا ان هو يقوى، لان مثلا في لعبة بتكون متصابه فانت بتقويها لو انت عايز تلعب بيها في الماتش ده. تمام كده. وعندك كمان قائمه البدلاء. القائمه بقى ديت يا جماعه، القائمه ديت هي سوق الانتقالات لكن هي حاليا مقفوله، فبتتفتح في نهايه الدوري. طبعا من خلال سوق الانتقالات ده تقدر تشتري اي لاعب انت عايزه. طبعا حاليا اشتريت اربع لاعبين تقريبا، اشتريت اليسون، فان دايك، ومحمد صلاح، وكمان انطونيو جريزمان. كل اللعيبه هنا موجوده ديت، تضغط على قائمه التيم بيجيب لك هنا التشكيله بتاعتك كلها، تقدر ان انت بقى تحط اللعيبه البدلاء واللعيبه الاساسيين ونبدا بقى كده ماتش مع بعض. تضغط على كونتينيو كده، الفريق بتاعنا جاهز تماما. على فكره يا جماعه الماتش اللي انا بلعبه ده ماتش في الدوري، يعني لو خسرت الماتش ده بيخصم منك نقاط. فنبدا بقى ان احنا نلعب دلوقتي. طبعا انا هسرع وقت الفيديو بس عشان هسرع الفيديو بتاع الماتش ده عشان بس وقت الفيديو. فاتمنى منك لو انت عندكم يا جماعه اي اقتراحات عن اي العاب انزل لكم عنها شروحات الحلقات الجايه، لان انا هنزل فيديو كل اسبوع. طبعا انا عايز انزل فيديو كل جمعه على القناه دي، لان انا بنزل 3 فيديوهات في الاسبوع على قناه ميدو جيمز 55 وفيديو جيم بلاي اخر الاسبوع، فبيبقى كده 4 فيديوهات على قناه ميدو جيمز 55 وفيديو على القناه دي، فيبقى كده 5 فيديوهات، يعني 5 فيديوهات في الاسبوع. بس اغلبيه الفيديوهات يا جماعه بتنزل على قناه ميدو جيمز 55. فانزل دلوقتي اشترك فيها يا جماعه، عايزين نوصل ل 1000 مشترك في اقرب وقت ممكن، لان طبعا القناه ما بيجيش عليها دعم خالص ولا لايكات ولا اي حاجه. فالقناه دلوقتي تعتبر يعني القناه ما بنزل فيديو يعني اخره اجيب 30 مشاهده بس. فاتمنى ان انتوا تدعموني بقى على القناه ديت. طبعا شفتوا الجول كده يا جماعه، هو اتوضح لكم اكتر. تمام كده، وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش بقى تدعمنا بلايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد ان شاء الله. هسيب لك كمان رابط قناه ميدو جيمز 55 في صندوق الوصف، وهسيب لك رابط الفيديو الخاص باللعبه لو انت حابب تحمل اللعبه، هسيب لك الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. شكرا لكم على المتابعه، كان معاكم محمد جابر، سلام عليكم.